وتوقيت الشوط الماضي دقيقة 52 ثانية 16 جزء من الثانية دقيقة. اللي في اول المراكز في هذه اللحظات هذا هو فريد لسيد محمد بن علي المري في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز الشام لسيد محمد بن سعيد بن قحيز المري في هذه اللحظات ومتميز شعار بن قحيز في هذا الاسبوع ما شاء الله تبارك الله مع الشهم، اما اللي في ثالث المراكز هذا وشاهين لسيد عبد الهادي بن راشد بن ديله المري في هذه اللحظات في ثالث المراكز، رابع المراكز هذا رقم 10 هذا سمران لسيد صالح بن سعيد الحول المري مع سمران في رابع المراكز، خامس المراكز اللي تسلل هذا هو انزار لسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن ال عبد الملك مع انزار واصل انزال هذا وشعار الكاسح واصل في هذه اللحظات وحاسب يا خليفه حاسب على المساير، اهم شيء المساير في هذا السبق اللي في اول المراكز من الجانب الايمن فيها هذه اللحظات هذا رقم 4 فريد للسيد محمد بن علي المري، وفي ثاني المراكز اللي واصل من الجانب الدوني هذا هو انذار وبينزلكم عبد العزيز بن عبد الرحمن ال عبد الملك وانتزع المركز الاول في هذه اللحظات وسيطر انذار في اول المراكز انذار للسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن ال عبد الملك اي هذه اللحظات في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذا هو سمران للسيد صالح بن سعيد الحول، ولكن انذار انتزع المركز الاول نقول تهانينا والناموس للسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن ال عبد الملك على فوز انذار بالمركز الاول، اما اللي في ثاني المراكز هذا هو سمران لسيد صالح بن سعيد الحول في ثاني المراكز، اما اللي في ثالث المراكز اعتقد انه الشهم للسيد محمد بن سعيد بن قحيز المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقة وخمسين ثانية بالتمام والكمال، نقول تهانينا والناموس لجميع الاخوة الفائزين.